جدارية الفن التشكيلي في سوق عكاظ من تنظيم هيئة السياحة والتراث الوطني استقطبت جدارية الفن التشكيلية أكثر من 180 فنان وفنانة، وكان عدد الشباب 80 شابا و100 فتاة، ولكل شخص منهم له فكره الخاص في طريقة رسمه وإبراز مشاعرهم وأحاسيسهم. أول مشاركة لي في سوق عكاظ، حبيت أنقل الفن اللي طول الوقت كان في غرفتي وأنقله للناس هنا. وهناك ورش عمل لخمسين طفل سيرسمون على جزء من هذه الجدارية مع مجموعة من الفنانين التشكيليين، وطول هذا الجدار 1600 متر، وتم تقسيم الجدارية على عدة أقسام، وكل قسم يمثل مرسما لكل فنان، وهناك جوائز تحفيزية للفنانين والفنانات باختيار أفضل حائط تم الرسم عليه. بدايتي في الرسم كانت في رياض الأطفال، وأنا دارس المدرسة الابتدائية وجزء من المتوسط في المملكة المتحدة، وكانوا المعلمات يشجعوني وكانوا يعرفون مشاعري من حيث رسوماتي، وبعدين جاتني الفرصة أني أشارك بجدارية سوق عكاظ، بحيث أنها كانت فرصة جدا جميلة لأني أنا أصغر فنانة بين الفنانين والفنانات، وقد شاركت في مسابقات قبل من هذه ورسمت 3 لوح من ضمنها مسابقة احترام النظام، وشاركت في مهرجان الورد ورسمت شعار للمدارس الطائفة الدولية مدرستي. مشاركتي في جدارية الفن التشكيلي تعبر عن وصف حالة أو عن فن مفاهيمي، أستخدم فيه أسلوب الأبستراكت وبوب آرت، فأدمجها الاثنين، فهي تعبر أصلاً عن دوافع نفسية تطلع في اللوحة بأسلوب طرطشة الألوان، بأسلوب السكين، فكيف أدمج الحالة وأكونها في نفس هذا الفن، فبتكون لايف قدام الناس، وكيف إحنا هنا بنوصل فننا للجمهور. الفن صار بدراسة وبمفاهيم ودرسنا فيه طول حياتنا، بس اللي يقيم فننا هو الجمهور، إن نكون بين الجمهور هنا. وكان هناك طرق جديدة للرسم وقد نالت إعجاب الزوار، وهذه الكوادر الشبابية يجب تطوير مهاراتهم والاهتمام بموهبتهم ودعمهم لتمثيل الوطن في جميع الدول. مهند المالكي، الإخبارية، الطائف.